هلا وأحمد، شلونك؟ إيش قد صار لنا ما متشافين من أيام الجامعة وقعدات الكافتيريا؟ هلا بزهراء، أني زين. أي والله أيام حلوة كانت، ما عدا قهوة أبو الكافتيريا. قهوتهم لا لون لا طعم ولا رايحة. أحمد، بمناسبة القهوة قريبا حفتح مشروعي اللي هو محل نبيع بيه قهوة بس بطرق حديثة. والله ألف مبروك، فكرة حلوة، وأني أول زبون أجرب قهوتكم. أنتي تعرفين أنا عندي محل بنص الشورجة، وأني من صغير أشتغل هناك، فحنطيج كم نصيحة تفيدك. إيه ليش لا، ومنكم نستفيد. أنصحك تدورين عن الخدمات والمنتجات الموجودة بالسوق، وترى دراسة السوق والمنافسين شغلة حيل مهمة، وبنفس الوقت اختاري منتجات تتوقعيها ما راح تتوفر بغير محلات، وحيكون عليها سحب قوي من الناس. ببالي كل هالأمور وأزيدك من الشعر بيت، دا أشتغل على تطوير مهاراتي حتى أكون مسيطرة، ودا أبتكر أفكار جديدة وما مطروقة. وحتى صديقاتنا أيام الجامعة شاركتهم الفكرة، لأن تدري آراء الناس مهمة وغلط نستهين بيها. أحسن فكرة إنك تذكرتي أخطاء أبو الكافتيريا بأيام الجامعة، واستغليتيها لصالح مشروعك. عاشت إيدك وبالتوفيق.